السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هذه الحلقه سنخصصها للحديث عن تبعات استمرار اجراءات التحالف العربي بحجز البضائع التجاريه في ميناء عدن وتاثير ذلك على حركه التجاره. نفذ عدد من التجار ورجال الاعمال في العاصمه المؤقته وقفه احتجاجيه للمطالبه بالافراج عن حاوياتهم المحتجزه في ميناء عدن. وقال المشاركون في الوقفة إن خروجهم للاحتجاج جاء بعد ممارسات تعسفية باحتجاز بضائعهم لعدة أشهر دون مسوغ قانوني. وبحسب منظمي الوقفة فإن البضائع المحتجزة معرضة للتلف وستكلفهم خسائر بالملايين. واتهم المحتجون الجهات الرسمية بالتنصل عن مسؤولياتها في ظل سيطرة قوات التحالف على كافة شؤون الميناء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: واقع حركة التجارة في عدن بعد حجز البضائع والإجراءات التعسفية ضد التجار، وما أبعاد بقاء الميناء والمنافذ البحرية تحت سيطرة قوات الإمارات. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. واقع جديد يؤرق تجار ورجال الأعمال في عدن بعد خسائر كبيرة يتجرعونها عند كل عملية استيراد للبضائع. هذا ما كان يحدث في السابق، أما اليوم فإن البضائع تتلف وتغدو غير صالحة للاستخدام بسبب عدم تمكنهم من إخراجها من الميناء. أزمة أخرى دفعت التجار للخروج في هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالإفراج عن حاوياتهم المحتجزة لأشهر من قبل قوات التحالف العربي. بحسب منظمي الوقفة فإن خروجهم يأتي بعد ممارسات تعسفية باحتجاز بضائعهم لفترات طويلة، ما يعرضها لانتهاء الصلاحية ويعرضهم لخسائر تقدر بالملايين. التجار ناشدوا الجهات الرسمية وإدارة ميناء عدن والجمارك ووزارة الداخلية بسرعة إخراج بضائعهم، معتبرين أن كافة الجهات قد تنصلت عن مسؤولياتها في ظل سيطرة قوات التحالف على كافة شؤون الميناء التجاري. الإجراءات التعسفية التي تمارس بحق التجار عديدة ومتنوعة كما يقولون، وعلى رأسها مصادرة واحتجاز البضائع لفترات طويلة أو جعلهم يدفعون مبالغ مالية مضاعفة من أجل وصولها وإخراجها من الميناء، وهو ما يقلل من فرص الربح والتجارة. مخاوف وخسائر كبيرة يقول التجار إنهم يتعرضون لها بسبب قوات التحالف بعد إجراءات معقدة فرضت على دخول البضائع، وهي إجراءات تسببت بتدمير كلي لرؤوس الأموال المحلية وتعطيل عملية الاستيراد المباشرة إلى عدن ومضاعفة معاناة المواطنين. إذن للحديث ينضم إلينا من عدن التاجر توفيق عقلان. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك سيد توفيق، يعني نتحدث بالبداية عن سبب خروجكم اليوم في وقفة احتجاجية. أولا أحب أن أشكر قناة بلقيس للإحاطة في موضوعنا بشكل سريع ومباشر ونقل المعاناة إعلاميا، وهذا يدل على متابعة الأوضاع أولا بأول. شكرا لك أخي. بالنسبة لخروجنا اليوم هي أزمة احتجاز البضائع، وأردنا نوصل رسالة لكل الجهات التي لم تسمعنا أو لم تصل لها شكاوينا وطلب التوضيح لماذا تحتجز البضائع في ميناء عدن. يا عزيزي، نحن أمام أزمات كبيرة، انعدام مشتقات وارتفاع عملات، ولم نكتفي بالأمر بهذا، ألا إن إيضاح بضائعنا تحتجز في الميناء؟ نعم. طيب منذ متى هذه المشكلة؟ يعني هل منذ أن حررت المدينة وأنتم تعانون من نفس هذه المشكلة، أم أنها يعني إجراءات تم تشديدها مؤخرا؟ هذه الإجراءات تم مشددها يعني مؤخرا، لأننا نستورد هذه البضائع منذ 2007 إلى حتى قبل 4 أشهر أو 5 أشهر، فتفاجأنا بتوقيف البضائع في الميناء. نعم. طيب يعني الجهات المعنية بماذا تبرر عملية الاحتجاز هذا؟ احنا لن نعرف من وراء هذا الاحتجاز، ولا معرفته ولا دون اي اسباب. لا لا، عند مطالبتكم بخروج هذه البضائع ماذا يبررون اسباب بقاء البضائع لديهم حتى الان؟ نحن خاطبنا بعض الجهات ومن ضمنها جهات ميناء المنطقة الحرة في عدن. نعم. فردوا إلينا يعني نحن ليس محجوزة لدينا.
نعم. طيب طيب يعني وإنما من إدارة الميناء. لم تتبين لديكم الجهة المسؤولة عن عملية الاحتجاز حتى الآن؟ نحن لم نعرف من السبب وراء هذه الاحتجازات. نعم. نحن طيب. لا نستطيع التحديد من يقف خلف هذه الاحتجازات. يعني رسالتنا للحكومة، تكاتفكم معنا في تسهيل العملية التجارية سيجعل لنا قادرين على النهوض في بلادنا. نعم. إذن أتكرم بالبقاء معي السيد توفيق. أشرك معنا في الحديث، سينضم إلينا من عدن أبو بكر با عبيد، رئيس الغرفة الصناعية والتجارية. سيد أبو بكر، مساء الخير. مساء النور والسرور، حياكم الله. أهلا بك سيد أبو بكر. يعني في البداية، ما هي أو كيف تنظر الغرفة التجارية لمطالب التجار و يعني حيال بضائعهم المحتجزه لدى الميناء؟ اهلا وسهلا اخ محمد. نحن بالنسبه لهذا الموضوع عانينا منه فتره طويله. طبعا الامر له عده زوايا وعده جوانب. نحن بعض المسؤولين يقولون نحن في مرحله حرب، وفي نعاني من بعض الامور لازم تكون في يعني كانه امر سياسي او امر عسكري. طبعا نحن بحكم الغرفة التجارية نطالب بحقوق التجار، طبعا هذا عملنا. نعم. وحصل بعض الاختلالات، وانت تعرف في المراحل اللي مثل هذه تصير اختلالات، لكن لم نسقط عن المطالبة بحقوق التجار اطلاقا، لانه مع في كل مرحلة من المراحل حصل اكثر من مرة مثل هكذا مشاكل، وتدخلنا ووصلنا الى حلول وخرجناها. طبعا هذه هم بعض البضائع يعتمدونها في من الناحية العسكرية ان مزدوجة الأغراض أو مزدوجة الفعل، يعني متستعمل لأغراض الغرض، ومن ناحية عسكرية عندهم أوامر أنهم يوقفوها. طبعا نحن أثبتنا لهم كثير من التجار أن هذه البضائع اللي موقفة ليست مزدوجة الأغراض، طبعا ياخذ وقت لان صاحب القرار يمكن يكون في الرياض او في مكان اخر. مزدوجة الاغراض كيف سيد ابو بكر؟ يعني لكي نوضح المسألة للمشاهد الكريم، يعني أنت ذكرت فكرة أنه يتحججون بأن هذه البضائع مزدوجة الأغراض، كيف؟ صحيح. يعني مثلا بعض الأسمدة تستعمل للسماد الزراعي وتستعمل في التفجير، وبعض برضو المواد المزدوجة اللي تستعمل في الصناعة، مثلا في صناعة الأدوية. أنا ما أذكر أسماء المواد ضابط المادة، لكن استعملوا، كان في هذا الأمر حاصل حتى قبل الحرب. جميل. لكن أفهم منك أنه ما تم احتجازه أو معظم ما حجز في الميناء هو عبارة عن أسمدة أو ما اسمه يعني مواد مزدوجة الأعراض أو الأغراض، عفوا. هو الإشكالية يعني نحن حتى اعتراضنا على هذا الامر مش لانه مسكوا البضاعه، لانه لم يعلمونا بشكل رسمي. هذه الاشكاليه الاكبر. نحن لم نبلغ رسميا بانه سيتم منع المواد التاليه. بعد ما وصلت البضائع عند الاتجاه تم حجزها في الميناء، وهذا خطا كبير. هذا الاضر بالتاجر وبالالتزامات التجار تجاه الغير، تجاه صاحب العمل او صاحب واحيانا صاحب المناقص اللي له البضاعه هذه اللي يتم توريدها له. فصار اشكاليه كبيره. نحن حتى لو يعني كان مزدوجة الاغراض ما عندنا مانع. نحن مستعدين نتعاون كتجار وغرفه تجاريه مع الدوله للصالح العام، لصالح البلد. نحن في مرحله حرب والحمد لله ونقدر هذا، لكن يجب ان نعلم قبل كل شيء. يجب ان يعطونا احنا خبر بشكل رسمي وليس شفوي او نتفاجئ وانه الامر قد تم وتم حجز بضائع التجار. هذا خطا. هذا نحن لا نأيد اطلاقا. نحن مع التاجر في بكل ما تعنيه الكلمه. نعم. طيب ابقى معي سيد ابو بكر، ساعود اليك. سيد توفيق عقلان، تاجر من عدن. سيد توفيق، يعني هل بالفعل ان البضائع المحتجزه هي بضائع محدده فقط كما اسموها مزدوجه الاغراض، يعني كالاسمده تحديدا، ام انه حتى يتم الاحتجاز ايضا للمواد الغذائيه والتموينيه؟ أولا أخي العزيز، هذه البضائع لا تستخدم
يمكن زي ما اتضح لك الاخ او الاخوه المشاهدين، هذه البضائع تستخدم في صناعه الحلويات والمنظفات ونستوردها منذ عام 2007 الى حد قبل 4 أشهر، ومعنا ما يثبت ذلك استيرادها من هذه اللحظه. تمام. نعم. طيب ما هو مقدار مقدار الخسائر التي لحقت بكم منذ ان تم بدء احتجاز هذه البضائع؟ عليها تترتب خسائر كبيرة في إيقاف مصانع وشحات بضائع في السوق وتوقف الأيادي العاملة، وعليها نعم أخي نحن نتعرض لخسائر كبيرة جدا، فمن سيستجيب لنا؟ نعم، هل تدفعون مبالغ مضاعفة لإخراج هذه البضائع أو يعرض عليكم دفع مبالغ مضاعفة من أجل أن يتم إخراج هذه البضائع، أم أنه يعني هناك امتناع تام عن إخراجها؟ أكيد هناك من يقدم خدمات خروجها مقابل مبالغ كبيرة، إلا أن نحن نرفض وبشدة أن نشتغل بهذه الطريقة. نحن نقدم كل الرسوم والضرائب وكل ما علينا من التزامات الحكومة، وبالتالي نريد حقوقنا كتجار. نعم. في تسهيل عملنا. نعم، طيب بالنسبة للوقفة الاحتجاجية التي أجريتموها اليوم، هل هناك وعود من قبل أي جهة مسؤولة أو أن استجابة لمطالبكم التي طرحتوها اليوم؟ هذا الاستجابة من داخل الميناء غير مبرر ولا مقنع، وتدعو للتماطل. لهذا نحن لقينا للاحتجاج تعبيرا عن غضبنا ورفضنا لما نعاني. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيلا التاجر توفيق عقلان، كنت معنا من عدن. أعود لضيفي أبو بكر عبيد با عبيد رئيس الغرفة الصناعية التجارية. يعني سيد أبو بكر، هنا أريد الإيضاح منك في مسألة هذه العملية، عملية الاحتجاز في الميناء، هل تتم فقط لبعض المواد كالأسمدة وغيرها، أم أنها تشمل مواد كثيرة من ضمنها المواد التموينية والغذائية؟ هي محددة بخمس أنواع من البضائع، خمس أنواع من البضائع اللي تم المنع فيها، وهي الأسمدة والكيماويات التي تستعمل مثل ما قلت لك للصناعات، مثل الصابون والزيوت والأدوية. هذا واحد. اثنين، الدراجات الهوائية. نعم. الألواح الشمسية. نعم. وبطاريات، البطاريات السائلة، والسيارات التوريد الضرائب اللي هي الدفع الرباعي. هذه الخمس الأشياء اللي تم يمنع دخولها، اللي محدده من قبل الجهات الرسميه. لكن ليس لا، المواد الغذائيه تدخل كل الامور، ما عندنا اي مشكله ابدا بالنسبه للشيء الثاني. ونحن حتى هذه المواد، قبل رمضان تواصلنا مع الجهات الرسميه ودخلناها، بس هم كانوا يقولون بحجه ان عندنا نحن لم نعلم ولم والتجار معنا خبر واستوردوا البضائع. هذا كان مفروض تعلم نحن نعلم التجار عاد ما يستوردوا، مش انه لما وصلت عندنا وقلت ممنوعه امر الناس. نعم. وفي هالحاله كان سمحوا لنا على اساس نحن من التجار، وخرجت التجار بضائعها اكثرهم اللي كانوا يبيعون معنا، والان اللي موجوده هي اللي وصلت بعد الترين الاول اللي تم تصويتها من قبلنا مع إجارة المعدن. نعم، إذا ابقى معي سيد أبو بكر. أشرك معنا في النقاش سيد سعيد المعاري، سينضم إلينا من القاهرة، رئيس نقابة ميناء عدن للحاويات. سيد سعيد مساء الخير. مساء النور. مرحبا بك سيد سعيد. يعني بداية، مشاكل عديدة يواجهها التجار من احتجاز للبضائع إلى خسائر مالية عديدة، كيف تنظر النقابة إلى واقع هذه المشاكل؟ أولا شكرا أخي العزيز على استضافتي في هذا البرنامج، والذي نأمل أن يكون له ثمار إيجابية، ويكون هدف الجميع واحد، إيجاد الحلول لخلق التسهيلات لمزودي البضائع من التجار اليمنيين الذين هم محور العملية الإنتاجية لميناء عدن. بصراحة هناك عدة أسباب يعاني منها التجار اليمنيين لعبت دورا بارزا في الإساءة لسمعة ميناء عدن، ونتيجة لتلك الأسباب تحول الكثير من التجار اليمنيين إلى بضائعهم عبر موانئ الدول المجاورة. بحسب اعتقادي أخي العزيز، أولا من باب المعرفة
لا عندي تفاصيل العمل في جمرك ميناء عدن بحكم عدم علاقتي فيهم، ولا تربطنا أي علاقة عمل. جمارك المنطقة الحرة هو يتبع مصلحة الجمارك ووزارة المالية. بالنسبة نحن محطة عدن للحاويات تديرها شركة عدن لتطوير الموانئ، تتبع مؤسسة موانئ خليج عدن. ولكن بحسب اعتقادي هي كانت 5 أسباب رئيسية أساءت للتجار والميناء، وحاليا هي 4 أسباب يمكن تلخيصها على النحو التالي. السبب الأول ارتفاع التعرفة الجمركية في جمارك ميناء عدن مقارنة بالمنافذ الأخرى في إطار الجمهورية اليمنية. بحسب اعتقادي هي أحدى أهم وأكبر المشاكل التي يعاني منها التجار، والتي هي الأكثر استغرابا بالنسبة لي. لماذا؟ بعد حرب 2015 بعض المحافظات المحررة قررت تخفيض التعرفة الجمركية، هدفها جلب الاستثمارات وزيادة نشاط الميناء. على سبيل المثال جمارك ميناء المكلا اعتمد مبلغ موحد بواقع 300,000 ريال يمني عن كل حاوية جافة فئة 20 قدم، ومبلغ 600,000 ريال يمني عن كل حاوية جافة فئة 40 قدم. الذي يثير الاستغراب أن مصلحة جمارك عدن رفضت توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بتاريخ 20 يناير 2017 تقريبا لتخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن. أخي العزيز، سبحان الله، حضرموت تتخذ قرار سلطة محلية بتخفيض الرسوم الجمركية، ومصلحة جمارك عدن ترفض قرار رئيس الجمهورية. لهذا عدن تعيش أسوأ حقبة زمنية، وهذا ما يثير الاستغراب. هذا السبب الأول. طيب لصالح من تعمل هذه الإدارة إذا كانت ترفض يعني قرارات السلطة الشرعية ورئاسة الجمهورية؟ قلت لك أخي العزيز هذا ما يثير الاستغراب، وعليكم كقنوات توجيه السؤال هذا للمعنيين بالأمر. نعم، إذن هذا شيء جديد أن السلطة الشرعية كما نفهم منك أنها يعني إدارة هذا الميناء تعمل خارج صلاحية السلطة الشرعية، وبالتالي كان يفترض الإيضاح من السلطة الشرعية حول هذا الموضوع. لكن يعني هذه البضائع التي تحتجز سيد سعيد، يعني هل هناك معايير محددة معلنة على بعض البضائع أنه هذه البضائع لا يتم إدخالها عبر الميناء في هذه الفترة المؤقتة، وبالتالي التجار تجاوزوا هذا الأمر وقاموا باستيراد هذه البضائع، أم أنه يعني هناك عملية احتجاز بشكل عام من ضمنها مواد تموينية وغذائية؟ أخي العزيز عفوا، أنا لم أقل أن جمارك ميناء عدن لا يعمل تحت سلطة الشرعية، أنا لم أتغول بهذا القول. أنت لم تقل كذلك، ولكن الفكرة أنهم يرفضون توجيه أنا قلت أن مصلحة جمارك عدن رفضت توجيهات رئيس الجمهورية بالضبط من رئيس الجمهورية بتخفيض الرسوم الجمركية، رفضت هذا القرار. أنا مستغرب لماذا هذا الرفض. بالضبط، ونحن من هذا المنطلق، يعني أن ترفض توجيهات رئيس جمهورية ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني نحن نتساءل هنا أيضا لصالح من تعمل هذه الجهة. أوكي، بالنسبة للجزئية الثانية الذي هي موضوع احتجاز البضائع بعضها أو كلها أو ما شابه ذلك، أخي العزيز لا يمكن إفادتك في هذه الجزئية بحكم عملي في محطة عدن للحاويات وليس في جمارك عدن. محطة عدن للحاويات عملنا تناول الحاويات، لا نتدخل في المعاينات والتفتيش والحجوزات. كل هذه من مهام جمارك المنطقة الحرة التي تتبع مصلحة الجمارك. إذن أشكرك على هذا الإيضاح السيد سعيد المعاري رئيس نقابة ميناء عدن للحاويات، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد أبو بكر با عبيد رئيس الغرفة الصناعية والتجارية. يعني سيد أبو بكر، ما انعكاس بقاء الميناء خارج سيطرة الجهات الرسمية؟ يعني هنا كما تحدث ضيفي سعيد أن هناك توجيهات من رئاسة الجمهورية، وبالتالي هذه الإدارة ترفض هذه التوجيهات جملة وتفصيلة. والله يا أخي أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي هذا الأمر، لكن أنا أعرف أنه الميناء في المرحلة الأخيرة يشتغل بشكل طيب لا بأس، خصوصا بعد أن تحولت بضائع من الحديدة إلى عدن وكانت الكميات كبيرة ومهولة، ولكن يحاولون آخر اجتماع نحن والجمارك والميناء
والمنطقه الحره، حتى حولنا طلبنا منهم انه يكون وظيفيين عدد وظيفيين للمعارك، وتم هذا وخف هذا الامر. موضوع الاداره، موضوع الاشكاليه ما بين الدوله وبين الميناء، هذا موضوع صراحه شائك. يعني صحيح كلام الاستاذ اللي تكلم انه في بعض الرسوم في مكلا قلب كثير من الرسوم التي في عدن، هذا انا اتكلم عن الرسوم المباشره، لا سيما كمان الرسوم غير المباشره في عدن اكثر. وتكلمنا مع الدوله، مع المسؤولين، مع رئيس الدوله، مع رئيس الوزراء، ان هذا لا يصح في دوله واحده تحت السلطه الشرعيه والرسوم والتكاليف تختلف. يعني كيف تكون المنافسه بين التجار؟ لازم يكون الامر هذا. انا وتم اصلاح بعض الامور، طبعا انا لا يعني انفي انه في اشكاليات وفي يعني لا زالت، لكن الامر يعني مثل ما قلت لك المحتجزه هي محدده بخمس مواد فقط. طيب يعني هذه المواد سيد ابو بكر معمم بها مسبقا انه لا يتم استيراد هذه المواد عبر هذا الميناء، وبالتالي التجار يتجاوزون هذا الامر ويستوردون هذه المواد وبالتالي يتم احتجازها، ام انه يعني لا توجد اي ترتيبات في هذا الجانب ولا تعميمات مسبقه، وبالتالي التاجر يذهب الى استيراد هذه المواد ويتفاجأ بعمليه الاحتجاز؟ هذا انا ما اخبرتك عليه في البدايه، انه لم يتم اعلامنا بشكل رسمي، وفوجئنا لما تمت والبضائع اوريدي موجوده في الميناء، ولكن قلت لك كمرحله اولى تم تصفيه البضائع اللي جاءت في المرحله الاولى. نعم. ولكن في بضائع كانت مطلوبه ولكن وصلت متاخره عن ما تم تصفيتها في قبل رمضان. نعم. والان هذا يعانون منه، ونحن لازم نحاول، لكن هي للاسف المشكله انه ما في بلاغ رسمي من اي جهه من الجهات. طيب هنا سؤال اخير سيد، نعم وضحت الفكره. سؤال اخير يعني سيد ابو بكر، بالنسبه لكم هل لديكم تواصلات مع الجهات المعنيه في هذا الجانب، وما هي النتائج، وهل هذه الجهات ايضا يعني تابعه او تمثل يعني السلطه الشرعيه، ام انها يعني تعمل بصفه خارجه عن السلطه الشرعيه؟ نحن كظروف تجارية نحن لا نتعامل إلا مع الشرعية، لأن نحن نمثل عمل رسمي شرعي غير منافي لأي تجار محترمين يتعاملون بوضائع حسب الأصول وحسب المقاييس والمتعارف عليها، الناس يخافون على سمعتهم. نعم. فنحن نتعامل بشكل أساسي مع الأجهزة، وفي بعض الأحيان نتعامل مع التحالف، والتحالف بالنسبة لنا جهه شرعيه لانه قد يكون في بعض الاختلالات. نعم. ونتفق معاهم ونتواصل معاهم، وانا نعطي مسائل لبعض التجار. اثبت لك المرحله، في بعض التجار جابوا البضائع ولم يتصلوا بالغرفه التجاريه، يعني اتصلوا في النهايه. انا لما رحت قبل كم ايام من الجمارك وقالوا لي انه في بضائع محتجزه، بس ما عندي خبر، لم يتم الاتصال بنا في الغرفه التجاريه. نحن نريد من كل تاجر يرجع للغرفه التجاريه، هي الجهه الرسميه اللي مخاطبه والمطالبه بحقوقهم بشكل رسمي امام الجميع. نعم. ويجب ان الجميع يحكم حقوق هذا الناس، لان هذا الجهه هي صاحبه العمل الاساسي، هم اصحاب الغذاء، هم اصحاب وفي تكاليف زياده هي تاثر على المواطن، ونحن نمنع هذا ولا نريد اي زياده في التكاليف، لان كفايه الشعب كله يعاني منه، وكمان لا نريد ان احنا نزيد معاناه. نعم، لكن ما نتيجة هذا التواصل تواصلكم مع الجهات المعنية؟ خرجنا كميات كبيرة قبل رمضان وتم تسليمها الأسعار، وانهيناها تماما، ولا زلنا الآن لما الأخوان هذول، أنا صراحة قبل أسبوع فقط عرفت أن في بعض البضائع موجودة في الميناء. نعم. أنا أتكلم معك بصراحة، أنا أريد أن أكون إنسان يعني رسمي، يتكلم بشكل واضح وشفاف. يعني بالنسبة للإشكالية الأخيرة، لم تبلغوا بها من قبل التجار أن هناك بضائع محتجزة إلا في فترة يعني في ساعات متأخرة أو الأيام القليلة الماضية. أيوة، أنا لما رحت الجمارك والتقيت بالأخت إيمان مديرة الجمارك، نائبة المدير بالجمارك، وقلت لها ايش في معنا عندكم في اجازات مشاكل؟ قالت ايوه في هذا المحتجزه عندنا مسببت لنا ارباك، ليش ما حولتوهم علينا؟
وطبعا هذا سبب. السبب الثاني قد يكون بعض التجار شوف يحاولون أن ما يكونوا أعضاء في الغرفة، وأنا ما أقدر أن إحنا كغرفة تجارية نتحدث عن إنسان غير عضو. بالضبط. لأن شرعا وقانونا لا نمثله ولا نحن نقدر نتكلم بشيء، ولكن كل من هو عضو لدينا في الغرفة نحن نمثله أمام كل جهة، ولن نقصر ولن نتخاذل في موضوع حاجة بالتاجر أو بالمواطن. أشكرك سيد أبو بكر، وضحت الفكرة. أشكرك السيد أبو بكر باعبيد رئيس الغرفة الصناعية والتجارية، كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا في ختام الحلقة أشكر أيضا ضيوفي، كان معنا من القاهرة سعيد المعاري رئيس نقابة ميناء عدن للحاويات، والشكر أيضا للتاجر توفيق عقلان كان معنا من عدن. وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقي في حلقة قادمة أترككم في رعاية الله وحفظه.